مع اشتداد المعارك في الخرطوم، الاتحاد الأفريقي يحذر من حرب أهلية ويدعو لمواجهة كارثة الحرب السودانية بسرعة. مجلس الأمن يبحث خريطة المبعوث الأممي للسلام في اليمن وجهود تفريغ خزان صافر. ميليشيات الحوثي تواصل تجنيد عشرات الآلاف من أطفال اليمن في المراكز الصيفية وتعبئتهم للتطرف والإرهاب. بدعم من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، صناعة الأطراف في اليمن تنقذ مئات المعاقين من ألغام الحوثي ومخلفات الحرب. أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من الحدث، نبدأها من الشأن السوداني. فعلى وقع التصعيد في السودان بين الجيش والدعم السريع، عقدت الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد قمة في جيبوتي لإقناع طرفي الأزمة بالحوار ووقف الحرب، وذلك عقب قمة أفريقية مصغرة استضافتها جيبوتي وشارك فيها رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي. وخصصت قمة إيجاد لتدرس سبل إقناع الجيش وقوات الدعم السريع بإجراء حوار يكفل بوقف إطلاق النار بشكل فعلي في المرحلة المقبلة. إلى ذلك، حذر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي من انزلاق السودان نحو حرب أهلية وانتشار الفوضى في حال لم يوقف الطرفان الحرب. وقال رئيس المفوضية لدى مخاطبته قمة الإيجاد في جيبوتي إن الأزمة السودانية تتطلب حلا سريعا وموحدا دون تأجيل، وإن الدمار الذاتي في السودان يجب أن يتوقف. وطالب فكي بالوحدة الكاملة لإفريقيا للتضامن مع السودان، مشيرا إلى أن الأزمة السودانية كبيرة ولا تسمح بأي تعطيل. الأزمة العميقة والعنيفة في السودان والتهديدات الخطيرة التي تمثلها لوجود هذه البلاد والمنطقة كلها واضحة جدا. كل التحليلات تتفق على أن هذه الحرب في حال لم تتوقف ستفضي لاندلاع حرب أهلية وستعم الفوضى، كما أنها ستؤدي لانهيار الدولة بالكامل. الآلية الثلاثية التزمت بتوفير الدعم للسودان لوقف الحرب وتوفير المساعدات الإنسانية لكل من يحتاج إليها، كما تلتزم بمساعدة السودانيين إلى الذهاب نحو حوار وطني شامل ومخطط يقوده السودانيون أنفسهم بعيداً عن أي تأثيرات خارجية. نددت الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك باستئناف العنف في السودان بعد وقف إطلاق النار الذي استمر 24 ساعة. وأعلن البيان عن خيبة أمل سعودية أمريكية شديدة إزاء استئناف الفوري لأعمال العنف بعد انتهاء هدنة اليوم الواحد. وحث البيان طرفي النزاع في السودان على إنهاء القتال على الفور والاحتكام للحل السياسي عوضا عن العسكرية. كما أكد البيان السعودي الأمريكي المشترك استعداد البلدين للمساعدة في استئناف المحادثات الرسمية في جدة بعد إظهار الجيش السوداني والدعم السريع التزامهما بحماية المدنيين بموجب إعلان جدة. البيان أشار أيضا إلى أن البلدين يواصلان التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف القتال في السودان وتقليل تأثيره على المنطقة. We'll be right back.
هذا وقال بيان للجيش السوداني إن عناصر الدعم السريع أصبحوا يرتدون ملابس مدنية ويستخدمون السيارات المسروقة في تحركاتهم ويحتمون بمنازل المدنيين. وأشار الجيش إلى أن عناصره قاموا بعمليات تمشيط لمواقع تابعة لقوات الدعم السريع في مناطق رميلة وأبو حمامة حول منطقة الشجرة ومنطقة جسر الحلفاية ومحلية الخرطوم بحري ومحلية شرق النيل، وكبدوا قوات الدعم خسائر فادحة بين قتلى وجرحى وخسائر لآلياتهم وفق بيان الجيش. أعلنت لجنة 5+5 المستقلين أنها باشرت أعمالها خلال الهدنة في السودان بزيارة مستشفيات ومرافق خدماتية. وأكدت اللجنة أنها طافت على مستشفيات بشائر وأم درمان للولادة وأم درمان التعليمي، وتأكدت من خلوها من أي مظاهر عسكرية. كما زارت اللجنة محطة سوبا للمياه ومحطة شمبات للكهرباء، وأكدت أيضا خلوها من أي قوات عسكرية. يعيش نحو 10,000 شخص من الفارين من الاشتباكات في السودان أوضاعا معيشية بالغة التعقيد في مخيم الجامع المؤقت بولاية أعالي النيل جنوب السودان. أكثر من 10,000 شخص من الفارين من الاشتباكات في السودان يحتضنهم هذا المخيم بمدينة الرنك في ولاية أعالي النيل المتاخمة لولاية النيل الأبيض السودانية، حيث يعيشون ظروفا إنسانية بالغة التعقيد، وهم ينتظرون ترحيلهم إلى مناطقهم الأصلية جنوبي السودان. ناسينا كلهم عيانين في الشمس، ما في حتة ناس يقعدوا فيه، أمراض كثيرة، وإحنا من جينا طلعنا من الخرطوم قالين إنه الناس هنا يساعدونا، إنه الناس بتقعد أسبوع أسبوعين بتسافر مناطقها، لكن الناس هنا ذات عددها أكثر من اللازم وقاعدين ما في أي فائدة من القعدة. غياب الخدمات الغذائية والصحية إضافة إلى اكتظاظ المخيم بالعالقين عد إلى تفشي الكثير من الأمراض، خاصة الإسحالات المائية بين الأطفال وكبار السن، ويتخوف الكثيرون من تفشي الأمراض بعد انتشار الذباب بشكل مخيف. أسا إيالي صالوا دراجة أسا شديد، أسا كما ضبان ده يعني منتهي مننا هنا ده، يعني إسحالات شديد كبير وصغير، لما الراجل الكبير مر هنا ده ولا مر هنا ده كرامة حقه سووه هنا، ده شنو؟ ده كله من الإسحالات ومن الجوي. وزير الشؤون الإنسانية الذي زار المخيم قال إن جهود وزارته بالإضافة إلى جهود المنظمات الإنسانية ضئيلة جدا وبالكاد لا تسد احتياجات الناس مقارنة بالتزايد المستمر لعدد الفارين يوميا ما قد يفاقم من أزمة إيوائهم هنا. بسبب الأعداد الكبيرة ومقارنة بمستوى الخدمات الإنسانية التي نقدمها تعتبر ضئيلة جدا، لأنك لو خططت لأعداد اليوم ستجد أعدادا كبيرة غدا، حيث أن الخدمات غير كافية وذلك بسبب شح الموارد. وعليه يتخوف الجميع من خروج الأزمة عن السيطرة ما لم تدفع الحكومة والمنظمات بخطط بديلة ومستعجلة. ببيور شيريلو لقناتي العربية والحدث، مخيم الجامعة الرنك جنوب السودان. من أم درمان ينضم إلينا الصحفي المقداد حسن، أهلا بك المقداد. كيف يمكن أن تصف لنا الوضع الآن؟ هل الاشتباكات لا تزال بنفس الحدة؟ مرحبا. نعم، ربما أن الوضع الآن يسوده هدوء حذر في جبهات مختلفة في العاصمة الخرطوم وحتى في مدينة أم درمان. عادة ما نستمع إلى قصف مدفعي وهو دوى قبل قليل، قبل لحظات دوت قذائف مدفعية تتبع لسلاح المدفعية الذي يتبع للقوات المسلحة السودانية باتجاه تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من مدينة أم درمان، وأيضا يستهدف مناطق متفرقة وبعيدة في مدينة الخرطوم والخرطوم بحري. طيران الاستطلاع أيضا يحلق منذ ساعات في سماء العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، بينما تدوي المضادات الأرضية التي تتبع لقوات الدعم السريع بكثافة تجاه هذه الطائرات، طائرات الاستطلاع. أما طيران المقاتل فهو غاب بصورة واضحة هذا اليوم وكان أقل شراسة وأقل ضراوة من اليوم الذي سبقه. وأيضا جبهات القتال في مناطق متفرقة
سادها هدوء حذر، حتى في جنوب مدينة أم درمان بالقرب من سلاح المهندسين هنالك هدوء حذر جدا بحسب ما علمنا من المصادر الميدانية التي تسكن تلك المنطقة. وفي مدينة الخرطوم أيضا هنالك هدوء حذر في جبهات القتال في المناطق الاستراتيجية في وسط العاصمة الخرطوم وبالقرب من سلاح المدرعات، وكذلك في شرق الخرطوم عدا القذائف التي سقطت في مناطق متفرقة في شرق العاصمة الخرطوم حيث أحياء الجريف شرق، وأيضا سقطت في مناطق متفرقة من جنوبي العاصمة الخرطوم أحياء الأزهري وأحياء كذلك أحياء الأزهري وشارع الهوى بجنوبي العاصمة الخرطوم. في مدينة أم درمان نهار هذا اليوم دارت اشتباكات متفرقة في شارع الوادي وهو من الشوارع الرئيسية في شمال مدينة أم درمان، وعلى العلم أنها لا تتواجد بها قوات عسكرية في شمال مدينة أم درمان، لكن جنوب مدينة أم درمان والأحياء المتاخمة للإذاعة والتلفزيون تتواجد بها قوات الدعم السريع. الجيش السوداني تقدم من الناحية الشمالية ودارت اشتباكات بالقرب من محلية كرري في شمال مدينة أم درمان، وسقط على إثرها شاب عشريني جراء هذه الاشتباكات التي دارت في شمال مدينة أم درمان. وأيضا هنالك حرائق بعمارة سكنية أو بناية سكنية بها صيدلية مركزية، صيدلية الراعي الصالح في الشوارع الرئيسية في مدينة أم درمان احترقت بالكامل، وأيضا البناية السكنية احترقت بصورة كاملة. تتواجد أيضا في هذه البناية شركة طبية، وهو ما ينعكس سلبا على الوضع الصحي الذي هو يتفاقم بصورة بالغة التعقيد، بصورة يعني كبيرة جدا جراء هذه الاشتباكات. نحن نتحدث عن أن المستشفيات التي ما زالت تعمل تواجه صعوبة بالغة من حيث الكوادر الطبية، من حيث تسيير العمل الذي يحتاج لوقود ويحتاج لكهرباء ويحتاج إلى محاليل طبية ومستلزمات طبية وغرف عناية. بموازاة هذه التطورات الميدانية حسن، تنعكس جراء هذه الاشتباكات التي هناك تدور. مساعي دائمة للحل السياسي في السودان، دائما هناك يعني إما مساعي لتحقيق هدى أو حتى على الأقل لإقناع طرفي الصراع بالعودة بوقف القتال وإعطاء إمكانية للجلوس إلى طاولة المفاوضات. بهذا الإطار اليوم انعقدت قمتان في جيبوتي، هل هناك أي صدى لمخرجاتهما في السودان؟ هل هناك أي تعليق إن كان من قبل الجيش أو قوات الدعم السريع على ما خرجت به هاتان القمتان؟ ربما الصوت بعيد جدا، لا أستطيع السماع. طيب أكرر السؤال حول القمتين اللتين عقدتا في جيبوتي، هل هناك أي تعليق إن كان من قبل الجيش أو قوات الدعم السريع على مخرجاتهما؟ نعم، حتى هذه اللحظة لا تتواجد تعليقات أو بيانات رسمية من قبل الجيش السوداني أو الدعم السريع، لكن دائما ما تصدر بيانات تؤكد وتؤمن على ما تخرج به هذه القمم، سواء كانت في مدينة جدة أو في مدينة جيبوتي التي انعقدت بها قمة إفريقية تمخض من خلالها حل الأزمة السودانية وحل الأزمة الإنسانية التي جرت جراء هذه الاشتباكات، وهذه الاشتباكات التي تدور لأكثر من 56 يوما. وبالتالي فإننا نترقب ما ستتمخض به بيانات كل من الجيش السوداني والدعم السريع بحل هذه الأزمة التي يعني يروح ضحيتها البنية التحتية للبلد، وكذلك المواطن السوداني هو من يعاني بصورة بالغة وإنسانية، خاصة المواطن السوداني الذي يتواجد داخل العاصمة الخرطوم وتتفاقم أزمته بصورة واضحة في المناطق التي تتجدد فيها الاشتباكات بصورة مستمرة، ونحن نلاحظ ذلك من خلال عديد من النداءات والاستغاثات خاصة في مدينة أم درمان في جنوبها. هنالك أوضاع إنسانية بالغة ومأساوية تستدعي أن تحل هذه الأزمة بصورة عاجلة، وأن على الأقل أن توفر ممرات إنسانية تخفف من الوضع الإنساني الذي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، وأن تكون هنالك هدنة على الأقل مطولة تخفف من وضع الإنساني ومن ضراوة هذا القتال الذي يعاني منه حسن. كنت معنا مباشرة السوداني من أم درمان في الخرطوم، شكرا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الحكومة اليمنية ترحب بدعم دول الخليج لمجلس القيادة وجهود حل الأزمة.
يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أحييكم من جديد. يعقد مجلس الأمن الدولي في هذه اللحظات جلسة مشاورات مغلقة حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، بالتزامن مع تعثر جهود التوصل لاتفاق حول تجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية لإنهاء الصراع. ووفق مصادر دبلوماسية فإن الجلسة كرست للاستماع إلى إحاطة من المبعوث الأممي هانس كرونبرغ حول تحركاته الأخيرة ومباحثاته مع مختلف الأطراف بشأن إحراز تقدم لإبرام اتفاق لتهدئة دائمة وبدء عملية سياسية تفاوضية شاملة لتحقيق السلام، إضافة إلى استعراض المراحل التي وصلت إليها خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان صافر النفطي ومنع وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر. عبرت وزيرة خارجية النرويج عن دعم بلادها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن من أجل تحقيق السلام، وأعربت عن الأمل في إيجاد حل سلمي للصراع، مشيرة إلى أن زيارتها مؤخرا إلى اليمن هدفت إلى إظهار دعم بلادها لجهود إيجاد حل سياسي، مشددة على ضرورة عدم تناسي الأزمة اليمنية مع طول أمد الصراع. رحبت الحكومة اليمنية بموقف دول الخليج الداعم لمجلس القيادة الرئاسي وجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة بما يحقق أمن واستقرار اليمن وتطلعات شعبه. وثمنت الخارجية اليمنية ما ورد في البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الذي أكد موقف المجلس الرافض للتدخلات الأجنبية في تهريب المخدرات على متن سفن إيرانية وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، وأشادت بالدعم الاستثنائي الذي يقدمه الأشقاء في المملكة من خلال منحة المشتقات النفطية وكذلك الدعم الإغاثي والتنموي والمالي المتواصل من قبل السعودية والإمارات. من القاهرة ينضم إلينا علي الصراري المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني. أهلا بك أستاذ علي. إذا هناك مناقشة لخارطة الطريق التي يقدمها المبعوث الأممي في هذه الأثناء إلى جلسة الأمم المتحدة، ما الذي تنتظرونه من هذه الجلسة؟ أولا مساء الخير. أهلا. وتحية لك وللمشاهدين في كل مكان. أهلا. المبعوث الأممي أعتقد ليس بيده الآن شيء جديد يقوله لا للمجلس الأمن ولا لغير مجلس الأمن، يعني ربما هو في الإحاطات العلنية سيقول كلاما عاما مكررا قد سبق أن سمعناه مرات عديدة ولا يفهم منه أي شيء، لكن إذا كان هناك إحاطات غير معلنة يحتمل أن يكون المبعوث الأممي الآن في هذا الوقت أن يصارح المجلس ببعض الحقائق، وخاصة تلك الحقائق المتعلقة بتعنت الجماعة الحوثية ورفضها لجهود السلام وعدم قبولها بالخيارات المعروضة أمامها وإصرارها على أن تكون هي الدولة اليمنية والآخرين يتفاوضوا معها ويعترفوا بأنها هي الشرعية وهي الدولة، وما عدا ذلك لا وجود له في الواقع.
يعني هذا هو. طيب أستاذ علي، كيف تعتقد الصعوبة الرئيسية؟ يعني بناء على ماذا يتم مناقشة إمكانية إطلاق الحل السياسي ونحن نعلم بأنه ميدانيا الهدن تخرق وحتى لا ضمان بأن يقبل الحوثيون بتجديد الهدنة أيضا؟ هذا صحيح، هذا صحيح. وبعض الكلام عن السلام أنا أعتقد هو من قبيل التخدير، ليس حقيقيا، يعني لا يقوم على أساس واقعي. الأساس الواقعي للحديث عن المشكلة هي أن هناك طرفا يرفض السلام ولا زال يراهن على استخدام القوة، وهو لم يعترف حتى الآن بوجود مشكلة، وهو أحد طرفيها، لا زال يتصرف على أساس أنه هو الدولة ويتعرض لعدوان من قبل السعودية والإمارات وأمريكا وإلى آخره، يعني من هذا الكلام الذي يكررونه في وسائل إعلامهم وفي تصريحاتهم. أنا أعتقد بأنه ما لم تكون هناك لغة واضحة في الحديث إلى الحوثيين، وهذا الحديث يجعلهم يعني يروا بأن المجتمع الدولي لن يطول صبره عليهم وأنهم سيتعرضوا فعلا لإجراءات عملية، وأن هذا السلاح الذي حصلوا عليه من إيران لا يمكن أن يحقق لهم ما يريدوا. هذه المسألة فعلا ينبغي، إذا العالم حريص على السلام في اليمن فينبغي أن تكون لغته قوية وحازمة مع الحوثيين، وإلا فإننا سنظل نراوح في نفس هذا الفراغ الذي نراوح فيه في الوقت الحالي. طيب، جلسة مجلس الأمن على ما يبدو صدر عنها تأمين تكلفة تفريغ خزان صافر، وهذه الكلفة تبلغ حوالي 142 مليون دولار. على الأقل هناك على ما يبدو نتيجة إيجابية ملموسة من هذه الجلسة التي تعقد في هذه الأثناء والمرتبطة بالشأن اليمني، ما أهمية ذلك أستاذ علي؟ هو الواقع خزان صافر يشكل تهديد لليمن ولدول المنطقة وللملاحة في البحر الأحمر، وطالما أنه تم التوصل إلى فعلا تأمين التمويل الكافي لتفريغ خزان صافر فأنا أعتقد أن هذا تطور إيجابي ولصالح اليمن ولصالح المنطقة ولصالح العالم. وأعتقد بأن الحوثيين بعد يعني فترة طويلة من يعني التعنت والرفض والاشتراطات شعروا أو بدأوا يشعروا بخطورة هذا الوضع، وربما لديهم يعني تصورات أخرى. هم يعتقدوا الآن بأنهم صاروا على وشك أن يعترف العالم بأنهم دولة شرعية وأن النفط سيضخ إليهم وإنهم سيحتاجوا إلى هذا الخزان يعني أو الخزان البديل لكي يستخدموه في 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 نشاطهم النفطي في المرحلة القادمة. ربما هذا هو الذي جعلهم يقدموا أو يلينوا موقفهم إلى حد معين ويقبلوا بالجهود التي تسعى إلى تفريغ النفط من هذا الخزان المتهالك. شكرا جزيلا لك علي الصراري، المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا لك. كشفت سلطات الأمن في عدن عن ضبط أجهزة اتصال حديثة تستخدم في التحكم بالطيران المسير كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية. وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة تستخدم في التحكم بالطيران المسير وبعض أنظمة الصواريخ الموجهة والتشويش على بعض الأنظمة الأخرى. أعلن مركز مسام السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام ومخلفات الحرب أنه نزع خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الحالي أكثر من 1300 لوم وعبوة متفجرة من مخلفات الحرب الحوثية في محافظات يمنية عدة. وأكد المركز أن فرقه الميدانية تمكنت من نزع أكثر من 20,000 لوم وعبوة وذخيرة غير متفجرة منذ مطلع العام الجاري ليبلغ إجمالي ما تم نزعه خلال
خلال 5 سنوات أكثر من 400,000 لغما وعبوة غير متفجرة. نظم موظفو الشركتي بروجي وستيمنز وماتكاس كونكت العاملتين في المجال الإنساني والطبي وقفة احتجاجية في صنعاء، رفعوا خلالها لافتات تطالب بإطلاق سراح مدير الشركتين عدنان الحرازي المختطف في سجون ميليشيات الحوثي منذ 5 أشهر وإعادة فتح الشركتين. وأوضح بيان للمحتجين أن الحوثيين أغلقوا الشركتين وأوقفوا أنشطتها وحجزوا أرصدتهما وحساباتهما البنكية بصورة تعسفية وحرموا أكثر من 1,000 موظف من رواتبهم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الحكومة اليمنية تبدأ تفويج نحو 4,000 حاج برا وجوا حتى الآن. مدى إقدام المواطنين على المراكز لحمل السلاح ودعم الجيش في هذه المعركة؟ الجيش الآن غير قادر على أن يفرض الأمن في البلد. احنا تعبانين وجينا ما لقينا أكل. لأي حد يعني هناك حركة مساعدات وتصل إلى المحتاجين. قوات الدعم السريع هي الآن في المنازل في المستشفيات وتطالب بأن تخلي هذه المناطق. يصعب الوصول ووصول هذه المساعدات لعدد كبير من المرافق باعتبارات كثيرة من ضمنها انتشار القناصة على عدد من البنايات. أخرجونا من هذه الحرب، نحن بلد شعب مسالم. أعلنت الهدنة لأجل خدمة المدنيين، لماذا ربما عدم الالتزام من قبل قوات الدعم السريع؟ نحن أخي الفاضل تزمون تماما بالهدنة. يكون هناك طرف ثالث يبحث عن النفوذ. إن أنت لما تكون مسيطر على 90% من الخرطوم المفروض أنت تكون مسيطر على كل شيء. دعم سريع، هل هي جماعات فعلا مسلحة جاءت من خارج الحدود؟ خلفت ضحايا سواء من الطرفين قوات الدعم السريع من الجيش أم حتى من المدنيين؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. أحييكم من جديد. نشرت ميليشيات الحوثي فيديوهات من مراكزها الصيفية لتشكيلات من طلبة المدارس في عروض عسكرية كاشفة عن مخطط لتجنيد 1,000 الأطفال وتعبئتهم بالأفكار الطائفية وتدريبهم على السلاح. وكشف تقرير حقوقي أن محتوى المناهج التي تدرس للطلاب في المراكز الصيفية الحوثية تقدس الموت وتكرس ثقافة العنف. وأوضح التقرير الذي أصدره مركز العدالة ومقره نيويورك أن 7 مناهج حوثية تدرس في المراكز الصيفية، بينها 3 كتب من تأليف بدر الدين الحوثي الأب ونجله الأكبر محمد بدر الدين، إضافة إلى محاضرات حسين الحوثي والمعروفة بالملازم. وبحسب التقرير فإن الميليشيات أنشأت 2 من المراكز الصيفية، بعضها مفتوحة وهي مخصصة للتعبئة الفكرية ونشر الثقافة الجهادية، وأخرى مغلقة وهي عبارة عن معسكرات تجنيد لتهيئة الملتحقين من الطلبة وتدريبهم على الأسلحة والمتفجرات والأساليب القتالية. حينما نهضت المسيرة القرآنية كان أولئك الطلاب قد صاروا رجالا شبانا، حملوا الراية وجاهدوا وقاتلوا حتى استشهد أكثرهم. الآن
في هذه المراكز الصيفية. إن شاء الله سيكون هذا الجيل هو جيل الجهاد لتحرير أمتنا الإسلامية وليست فقط اليمن. هذا الميدان الذي أنتم فيه أفضل محراب للعبادة، هذه الأماكن التي تبنى فيها الأمة هي أفضل الأماكن، وإن الغبار هذا الذي يتطاير فينا لأفضل من المسك والعنبر. عندما نقول علم وجهاد، علم ينطلق بنا إلى الجهاد، لا علم ينطلق بنا إلى الزوايا. أيضا كيفية أن نوالي أولياء الله وأن نعادي أعداء الله. قل قولوا تواغيت الأرض لقد خبتم وخسئتم وتحطمت أحلامكم وأمالكم، فالويل لكم من هذا الجيل الناشئ، جيلا تربى في أحضان الحرية، جيلا تربى في أحضان الجهاد، جيلا تربى ونما في الظروف الصعبة، جيلا فولاذيا مؤمنا واعيا مستبصرا. فلتستبشري بنا يا أمة الإسلام ولتستبشري بنا يا قدس، والله أننا سنجعل من شحومنا ومن دمائنا ومن لحومنا ومن أشرائنا ومن شبابنا سلما لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. ونقول لأمريكا وإسرائيل إنا قادمون نجتث أرواحهم من أجسادهم. نقول اليهود في آخر كلامنا الويل لكم، ليس القدس مكانكم وإنما مكانكم في قعر جهنم. من الرياض ينضم إلينا عادل الأحمدي رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والأعلام. أهلا بك أستاذ عادل. كيف تتم عملية تسجيلهم لهذه المدارس الصيفية؟ يعني هل أولياء أمور هؤلاء الأطفال أهاليهم يدركون فعلا ماهية هذه المناهج؟ ما الغرض منها؟ ماذا يتعلمون تحديدا أطفالهم في هذه المراكز الصيفية؟ مؤسف ما رأيناه طبعا في هذه الفيديوهات المؤلمة للغاية. يعني صراحة يمكن الصبر على كل آلام ومعاناة ومشاكل الحرب، من مجاعة، من بارود، من دخان، من دماء، لكن مثل هذه المشاهد لا يمكن الصبر عليها. من هنا ينبغي الإسراع، ينبغي الإسراع، ينبغي الإسراع في تحرير صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من قبضة هذا الأدلجة الطائفية العنفية التي تغرس في هؤلاء الكراهية وتريد أن تسرق منا المستقبل مثل ما صادرت من الحاضر. المسألة خطيرة جدا جدا، وأنا هنا أناشد كل ذي عقل وكل ذي قلب. لا أستطيع هنا أن أكون محلل سياسي، ولا أستطيع أن أكون هنا يعني إلا أن أكون يعني مواطنا من أبناء اليمن يشعر بخطورة ما يرى الآن، ما يحدث الآن. بدأت الحركة الحوثية هذه التي استولت على عاصمة الدولة، بدأت بمراكز صيفية من هذا النوع في بعض مناطق صعدة وعمران وحجة، ثم بعد ذلك رأينا كيف تفرخت موتا وصلت شظاياه إلى دول الجوار. أعتقد أن أولياء الأمور بعضهم مغلوبين على أمرهم، وبعضهم لا يدركون أبدا ما الذي يعنيه ذهاب أبنائهم إلى مثل هذه المراكز التي يعود منها الكثير من الطلاب. يعني لا يتعلمون في هذه المراكز حتى كيف يطيعون أبائهم، بل كيف يعصونهم، كيف يعصوا. يعني وجدنا أن البعض من هذه المراكز يعودون بعد ذلك ويعتدون حتى على آبائهم وأمهاتهم. طيب، بأن ذلك ينتقل، يعني يتم الحديث عنه، وبالتالي كيف يمكن أن نفسر بأنه الأهالي بعدما يسمعون نتائج هذه المراكز الصيفية على أطفال آخرين يرسلون أطفالهم إليها؟ على يعني للأمانة أنا أرى أن مستوى فلنقل الالتحاق بمثل هذه المراكز تراجع كثيرا على ما كان في السنوات الماضية. للأمانة يعني لم يعد يلتحق بهذه المراكز إلا قلت لك من كان مغفلا لا يعرف، أو من كان طامعا مثلا في بعض المزايا التي قد يحصل عليها من قبل الحوثيين، لأنه جعلوا الناس مربوطين بأمعائهم، جعلوا الناس لا يستطيعوا أن يحصلوا على شيء إلا إذا التحقوا، إذا وقفوا معهم. يعني رغم الوثائق والأدلة التي تؤكد أن هناك أنواع شتى من الانتهاك ضد الطفولة تمارس في مثل هذه المراكز، هناك انتهاك نفسي، وهناك تخيل يعني هو يقول لهم أنتم جيل الجهاد الذي ستحررون وتحررون، وهم بهذه يعني ببراء بدل أن يعلموهم
بعض الألعاب بدل أن يعلموهم كيفية قراءة القرآن مثلا وإجادة اللغة العربية والشعر والأدب واللغة الإنجليزية وكيف يتعاملون مع التقنيات الحديثة وكيف يتعلمون الجمباز وكيف يتعلمون التايكواندو وكيف مما تفعله أي مراكز صيفية مثلا لتنمية مهاراتهم، الآن جاءوا يحقنونهم بالكراهية ويحقنونهم بثقافة هل العنف يمكن فعل أي شيء تجاه هذا الواقع؟ وهذه النقطة مهمة جدا. في نقطة مهمة جدا تتم مثل ما قلت لك أنواع من الانتهاك البدني، حتى انتهاك ضد الطفولة، بعضه بدني وبعضه نفسي، ومثل ما أن هذه المراكز بحد ذاتها انتهاك فكري ووطني خطير. هل هناك أي شيء يمكن فعله لمواجهة هذه المراكز الصيفية ومناهجها، أم تعتقد بمجرد أنها تحصل في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين وبالتالي مع هذا الواقع لا يمكن فعل أي شيء؟ لا يفترض فعل الكثير والكثير. أحدهم يعني يفترض الآن مثل ما ذكر التقرير أن هناك ملازم تنشر لتعبئة هؤلاء، يجب أن يكون في المقابل هناك ملازم وهناك كتب توضح خطر هؤلاء، ملازم تؤسس لحياة السلام والعيش والكفاح والحياة الحقيقية وليس لحياة الموت والظلام والضلال والشعوذة والخرافة. علينا أن نشجع في هؤلاء، أن نعرفهم معنى الحياة. ستصل الكلمة الطيبة، ستصل إليهم، ستصل إلى آبائهم عبر السوشيال ميديا، عبر كل شيء. الآن هم مثل هؤلاء هم أيضا يعني مهما كانت سلطات القمع، مهما كان محاولات التغييب، إلا أن هناك عمل يجب تكريسه، يجب دعم كل مراكز التنوير المضادة لكل مراكز التضليل. هذه هناك مراكز تنوير غير عادية داخل اليمن، مراكز تعين يعني تعين على فتح آفاق النور، على دحر الظلام الذي يريد هؤلاء أن يغرسوه في عقول أبنائنا وأهلنا المستضعفين في تلك المناطق. الذي يحدث الآن قلت لك أمر لا يمكن السكوت عنه، قد يمكننا أن نصبر على إطالة أمد الحرب، إطالة أمد الأزمة، إطالة أمد بقاء هذه الجماعة العنصرية الكهنوتية إلى أكبر وقت ممكن، لكن بسبب هؤلاء وبسبب هؤلاء الأبناءنا الذين يتعرضون لهذا التجريف ولهذا التغييب علينا ألا نتأخر أبدا. فأفضل وسيلة لمكافحة هؤلاء هي الإسراع بالتحرير. نعم. الإسراع بالتحرير، وأنا هنا أناشد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، هؤلاء قنابل موقوتة، إن لم يتم الإسراع بالتحرير فسوف تظل المشكلة مرشحة مستقبلا للمزيد من الكوارث. شكرا جزيلا لك عادل الأحمدي، رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام، كنت معنا مباشرة من الرياض، شكرا لك. بدأت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية تفويج الحاج لهذا الموسم برا وجوا عبر عدة منافذ، حيث تم تفويج نحو 3000 حاج يمني عبر منفذ الوديعة ونحو 800 حاج جوا عبر مطري عدن وسيون. يوم 22 من ذي القعدة موعدنا للانطلاق إلى مكة المكرمة، والحمد لله قد اجتمع جميع الحجاج وهم الآن مستعدين للسفر على الباصات، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنكون في الموعد المحدد الذي حددها وزارة الأوقاف والإرشاد في موعدنا إن شاء الله في منفذ الوديعة. نشكر الإخوة في وزارة الأوقاف والإرشاد على كل ما بذلوه من جهد وعلى يعني المتابعة المستمرة والحديثة لراحة الحجاج ويعني توفير ما يحتاجوه، ونحن الآن بإذن الله عز وجل دقائق ونتجه إلى منفذ الوديعة. سيكون الحج لهذا العام حجا منظما وحجا فريدا، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم بفضل القائمين من وزارة الأوقاف والمفوجين والوكالات التي ساهمت أو التي أعدت وخططت لتوفيج الحجاج. نشكرهم جميعا كلا باسمه وعلانيته، ونسأل الله أن يكون حجا مقبولا هذا العام. الحمد لله، هذه أول مرة نحج، وأنا الآن أخذنا ملابس الإحرام، لبس الإحرام، ومتجهين إلى بيت الله الحرام لتأدية الحج. وبالنسبة لي أنا لأول مرة أؤدي الحج، شوق لبيت الله الحرام، أحب البقاع إلى الله. هذا المرة الرابعة أؤدي فريضة الحج، وكل مرة والله ازداد الشوق أكثر وأكثر.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع حجاج بيت الله الحرام لأداء هذه الشعيرة العظيمة بالوقوف بعرفات الطاهرة إن شاء الله. القلوب مفعمة ومشرئبة لوصول بيت الله الحرام والطواف بالكعبة المشرفة والسلام الحجر الأسود بإذن الله عز وجل، وسنتشرف بإذن الله سبحانه وتعالى بزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، ثم من ثم زيارة القبر الشريف قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول مرة أحرق، وإن شاء الله ربي يعينني ويعاوني ويحفظ ابن دقاهي ويحفظ عيالي ويحفظ عيال أمة محمد أجمعين. وفي عام 2008 تم افتتاح مركز الأطراف الصناعية بمأرب ليكون من أهم المشاريع التأهيلية التي وفرت على المعاقين وضحايا الحرب معاناة وتكاليف السفر. ومنذ عام 2020 قدم المركز في مرحلته الثانية أكثر من 49 ألف خدمة مجانية للمستفيدين من الأطراف الجديدة والصيانة والعلاج الطبيعي. أربعة أطراف صناعية صنعت لعبد الله في دول مختلفة، وهو اليوم يقوم بتركيب طرف صناعي جديد ومجاني في مركز الأطراف الصناعية بمأرب والممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. كنا نعاني من سابق، يعني نضطر نسافر إلى دول أخرى، فكان التكاليف كثيرة، أما الآن الحمد لله يعني المركز قريب، وفي نفس الوقت يعني تجي تصول تفعل صيانة تفعل أي حاجة كلها مجانا. أكثر من 49 ألف خدمة وفرها المركز للمعاقين وضحايا الحرب في مرحلته الثانية منذ العام 2020، منها صناعة 1430 طرفا. أكثر من 14 ألف مستفيد استفادوا من جميع الخدمات المجانية التي قدمها المركز، وتشمل خدمات الأطراف الصناعية والأطراف التقويمية وأيضا التأهيل الفني والصيانة، بالإضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي. يستهدف المشروع كل المستفيدين الموجودين في محافظة مأرب. مثل تركيب طرف صناعي أملا وحياة جديدة عند كثيرين ممن أقعدتهم الإصابة. الابتسامة ترسم على وجوههم، نلاحظ عليهم الهمم، نلاحظ عليهم المعنويات تناطح السحاب بسبب أنهم إيش لجأوا أو أجأوا إلى مركز الملك سلمان في محافظة مأرب وركبوا لهم أطراف صناعية. أصبحوا بعضهم يلعب رياضة، بعضهم يلعب كورة اللي مبتور من تحت الركبة، بعضهم يجري، تحصله كأنه عاد للحياة من جديد، والبعض منهم عاد إلى يعني أموره الطبيعية وكأنه لم يبتر. بكادر أجنبي وتأهيل كوادر محلية يعمل مركز الأطراف الصناعية بمأرب على تأهيل ضحايا الحرب والمعاقين منذ العام 2018. محمود الحميدي، الحدث، مأرب. من تعز ينضم إلينا الدكتور منصور الوازعي مدير مركز الأطراف الصناعية في تعز. أهلا بك دكتور منصور. يعني هل هذا المركز معني بأن يوزع الأطراف على محتاجيها بكل المحافظات اليمنية؟ أهلا وسهلا بكم، نقدم جزيل الشكر والتقدير لقناة الحدث لاهتمامها بالشأن اليمني وأيضا بشريحة المبتورين في اليمن. طبعا إذا ما تحدثنا عن الأطراف، عن مراكز الأطراف الصناعية، هناك عدة مراكز في اليمن، هناك مركز في محافظة عدن وأيضا في محافظة تعز، وأيضا هناك في المكلا، وهناك أيضا مركز في سيئون، وهناك أيضا مركز في محافظة مأرب. طبعا كلها تقدم خدمات كبيرة وممولة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. نحن هنا في تعز أيضا هناك المركز يقدم خدمات مثيلة لما يقدمه مركز الأطراف الصناعية في محافظة مأرب، وكما تعرفون هناك الآلاف ممن تضرروا من ضحايا الألغام وأيضا المبتورين بسبب القذائف والإصابات الأخرى. هؤلاء الجرحى والمبتورين هم بحاجة إلى رعاية وتركيب أطراف صناعية، وأيضا بحاجة إلى متابعة هذه الأطراف الصناعية، ليس فقط تركيب الطرف، هناك أيضا شيء اسمه فولو أب، متابعات كل 3 أشهر وكل 6 أشهر. بالنسبة للأطفال أيضا يتم تبديل أطرافهم أحيانا كل 6 أشهر أو كل سنة نظرا لنمو عضلاتهم وعظامهم، وهم بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد. طب دكتور، هل الأعداد بدأت تتضاءل مع بدء الهدن منذ فترة لا بأس بها؟
نعم، فيما يخص أعداد الضحايا الأعداد تتضاءل إلى حد ما، لكن لا زال مثلا هنا في محافظة تعز نحن نتلقى بلاغات أحيانا أسبوعية وأحيانا شبه يومية، ببعض الحالات يتم إصابتها بألغام أرضية زرعتها ميليشيات الحوثي في مناطق التماس والمناطق التي تسيطر عليها أحيانا هناك، لكن العدد في حقيقة الأمر أقل، وهناك خدمات كبيرة تقدم هذه المراكز، تقدم خدمات كبيرة. مركز الأطراف الصناعية في مأرب تم إنشاؤه عام 2018 وهو يعمل بجهود كبيرة وبكادر يمني، وهناك خبرات أجنبية أيضا، وهو يقدم كما أسلفت خدمات كبيرة ومهمة في هذا الوقت، كما تعرفون أهمية وحساسية هذه مثل هذه المراكز. طيب، لو تحدثنا عن البرامج التأهيلية التي عادة ما تعطى للمرضى بعد الوضع أو يعني منحهم هذه الأطراف الاصطناعية، هل أيضا هذا المركز يعنى بذلك وفي مختلف فروعه، بما أنك ذكرت بأنه لديه فروع في مختلف المحافظات اليمنية؟ نعم، هناك برامج تأهيلية يتم من خلالها تأهيل المبتور أو جرحى الأطراف الصناعية. عملية التأهيل تتم طبعا منذ البتر للمريض، يتم متابعته من قبل الأطباء الذين عملوا العملية الجراحية وحددوا مستوى البتر، يتم متابعته منذ الأسابيع الأولى، يتم عمل كريب باندج يعني ربط الطرف الصناعي حتى لا يترهل، وأيضا هناك بعض التمارين يتم عملها خفيفة. البتر أحيانا يأخذ ما بين شهرين إلى 3 أشهر حتى يتم التئامه بشكل كامل. بعدها هذه الحالات تأتي إلى مراكز الأطراف، ويتم أيضا عمل برنامج تأهيلي متكامل بعد عمل تقييم لهذه الحالات. مثلا نحن إذا تحدثنا عن المبتورين، يتم عمل تأهيل شيء اسمه بريفيتنج إكسرسايز، هناك تمارين ما قبل تركيب الطرف الصناعي لمن ترهلت عضلاتهم ولمن كانوا في لديهم بعض القصور في الوصول إلى الفلكشن ديجري. فهناك أيضا بعد هذه المرحلة يتم تركيب الطرف الصناعي وتدريب المبتور كيفية المشي وكيفية الاهتمام به باعتباره عضو من أعضاء جسمه. بعدها يتم أيضا تدريب المبتور على طريقة لبسه وكيفية الذهاب والعودة به، ويتم أيضا متابعته كما أسلفت بعض الحالات كل 3 أشهر وكل 6 أشهر، لأن بعض الحالات تحتاج إلى تغيير الأقدام وتغيير هذه الأطراف الصناعية، لكن هناك حالات كثيرة تأقلمت مع هذه الأطراف واستفادت منها وعادت إلى ممارسة حياتها كما يجب. دكتور، ذكرت بأن هذا المركز تأسس منذ عام 2018، لو أردنا أعداد ولو تقريبية، كم عدد الحالات التي تم علاجها في هذا المركز منذ تأسيسه؟ عدد كبير جدا، طبعا محافظة مأرب وأيضا عدة مناطق، ويغطي المناطق المجاورة الكبيرة. كما ذكر في تقريركم هناك ما يزيد عن 49 ألف خدمة قدمت منذ إنشاء هذا المركز. هناك يعني أعداد كبيرة أيضا بالآلاف للأطراف الصناعية، هناك أيضا الأطراف التقويمية والجبائر التعويضية والكراسي المتحركة، وأيضا خدمات التأهيل الحركي والتأهيل النفسي. هذه المراكز قدمت خدمات كبيرة. من خلالكم نحيي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإنشائه مثل هذه المراكز والوقوف إلى جانب أشقائهم. الأطراف الصناعية تقريبا 1430 طرف قدمت خلال فقط في مرحلته الأخيرة. أيضا كما أسلفت الأشقاء في المملكة وعبر مركز الملك سلمان قاموا بدور كبير مع أشقائهم في اليمن، وهذه جهود نحييها وهي محل تقدير واهتمام بالغ من قبلنا، وهذه الجهود أيضا بحاجة إلى أن تستمر. نعم. لأن هناك المزيد من الحالات، وأيضا هذه الحالات أصلا بحاجة إلى رعاية وتأهيل. شكرا جزيلا لك الدكتور منصور الوازعي مدير مركز الأطراف الصناعية في تعز، شكرا جزيلا لك. ختام هذه النشرة، ألقاكم في 19.
لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.